الليزر هذا شريته تقريبا في سنة 2010، وكان سعره في وقتها 25 دينار، ويشتغل طبعا ببطاريات تريبل اي، وبالرغم من هيكي الا انه يقدم في اداء جيد. الماكسيمم اوتبوت 50 ملي وات، والويف لينث او الطول الموجي 532 نانومتر، واللي حيترجم معاك المسافة حوالي 10 كيلومتر. مرفق مع الليزر 5 رؤوس تبدل فيما بينهم، واللي كل واحد فيهن حيعطيك رسمة شكل، حتحس بحرارة بسيطة اثناء الاستخدام بسبب قوة الليزر. خلينا ننتقل للتجربة على طول.